كنا بنطمع أن يكون العدد أكبر. عدد الدول التي شاركت هي 13 دولة، كنا نطمع في أن نحن أن يكون العدد أكبر، ولكن دعنا نتكلم أن هناك ظروف إفريقية وخاصة ظروف المادية، لأن معظم الدول الإفريقية خارجة من دورة الألعاب الأفريقية لسه قريبا، وبالتالي صرفت مصاريف يعني في دورة الألعاب، مما أثر على الميزانيات التي لم تسمح لهذه الفرق بأن تشارك، مع أنها شاركت قبل ذلك في بطولات كثيرة. لكن أعتقد أن المستوى الفني العالي الذي تحقق في هذه البطولة غطى على هذا الأمر، وإن العدد رغم 13 دولة، لكن في جديد في 13 دولة أن هناك دول شاركت ولم تشارك من قبل زي تنزانيا، وضعت على الخريطة النهاردة. وده جميل أن البطولة الإفريقية كل عام بتزداد دول لم تشارك من قبل، وده أمر جيد، ومعناه أن رياضة الدراجات في أفريقيا تزدهر وتنتشر وتحقق مستوى رفيع إن شاء الله في هذه الرياضة. ونضيف أيضا على الجميل والجديد أن أفريقيا كانت لا تمثل دوليا، كان المستوى التمثيل الدولي على أو المستوى الأولمبي ضعيف جدا إن لم يكن غير موجود على الإطلاق. أصبح النهاردة أفريقيا تمثل في الألعاب الأولمبية، هناك لاعبين من إريتريا كما تعلم، دانيال وآخرون من أفريقيا سوف يمثلون أفريقيا في دورة الألعاب في لندن إن شاء الله 2012، وأيضا سوف يمثلون أكثر من 5 لاعبين سوف يمثلون أفريقيا في بطولة العالم، وده أمر جيد. أعتقد أن هذه الأمور كلها الحمد لله، وبرضو بنفتخر ونسعد ونفرح بأن إريتريا سباقة لهذا الأمر، وهي يعني التي حققت هذا النجاح أيضا لأفريقيا، وإحنا نشكرها ونشكر كل القائمين على رياضة الدراجات والذين يدعمون هذه الرياضة في إريتريا. طيب، ذكرت في اعتقد في كلمه افتتاح البطوله بان المنتخب الاريتري او الدراجين الاريتريين لفتوا انتباهك في قبل 5-6 سنوات، فهل كيف تقيم المستوى الاريتري في سباق الدراجات؟ يمكن برضو نقول الحقيقه ان اريتريا او الفريق الاريتري قفز قفزات سريعه، من اسرع القفزات التي تكون في رياضه الدراجات، لانه انتقل من المستوى المحلي على المستوى الافريقي على المستوى الدولي في سنوات قلائل، ولم ينتقل على المستوى الدولي ليشارك، وانما انتقل على المستوى الدولي ليفوز. ودي هنا 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 الجمال، وهنا ان هو انتقل من انه يعني اريتريا لم تكن على الخريطه في رياضه الدراجات، لكن بنتكلم في خريطه الخريطه الدوليه والخريطه، انما اصبحت الان هي تتربع على عرش البطولة في أفريقيا العام الماضي 2010، وهذا العام أيضا تتربع على البطولة الأفريقية، فده إنجاز فريد. وعودة إلى قولك، في 2006 أنا كنت في نيروبي، وكان هناك زي دورة ألعاب خاصة بالمنطقة الخامسة في نيروبي، في خاصة بالأولمبياد موجودة على مستوى المنطقة الخامسة بس، وكنت شفت الفريق الإريتري كان جينيورز، كانت معمولة للشباب، دورة للشباب، وحين رأيت الفريق الإريتري وحصل في هذه البطولة على المراكز الأولى الثلاث، المراكز الأولى الأول الثاني الثالث هذه البطولة، حينما رأيت كما قلت في هذه في افتتاح هذه الدورة أن إعجابي بالفريق الإريتري والمدرب الإريتري أنهم كانوا يحبون وطنهم ويحبون إريتريا،
ويحبون رفع العلم، كانوا يتمنون ويعشقون رفع العلم الإريتري. ويمكن أنا في كل مجال وفي كل مكان بقعد مع أي لاعبين من أي بلد دايما باخد إريتريا أو الشباب الإريتري نموذج على للوطنية. إذا حبيت وإذا أنت عشقت بلدك وحبيت أن العلم بتاعك يرتفع في السماء في عنان يعني السماء في الوسط الرياضي، أعتقد لن يؤثر هذا إلا حبك لوطنك. لا يمكن المال يدفعك لهذا، ولا يمكن حب الذات ينفعك لهذا، ولكن حب الوطن أنا أعتقد بيكون من أكبر الحاجات اللي بتحقق هذا الإيه؟ هذا النصر وهذا الانتماء. فعشان كده أنا قلت الفريق دوت سوف يكون له مستقبل في القريب في أفريقيا وفي المستوى العالم، وأعتقد أن نبوءتي قد تحققت يعني. طيب إلى ماذا ترجع هذا الولع الإريتري بالدراجات الهوائية من خلال ملاحظتك؟ أول حاجة أن التخطيط الإريتري هنا زي ما نقول المسؤولين عن الرياضة في إريتريا، وكما تحدثت مع سيد رمضان أوليائي أنهم لم يفتحوا المجال لكل الرياضات، لم يركزوا على جميع الرياضات، وبالتالي أنت عارف عدد إريتريا عدد قليل، وبالتالي لو فتح في كل الرياضات سوف يعني يمزق الجهود، لكن ركز على مجموعة من الألعاب لكي يصل إلى المستوى الدولي. لم يفكروا فقط في أن هم يشتركوا في كل الألعاب ثم يكونوا مشاركين، نظروا إلى الفوز ونظروا إلى المنصة بتاعة الفوز ومنصة الميداليات، فبالتالي ركزوا على مجموعة من الألعاب منها الدراجات، وبالتالي كان هناك يعني مجهود ضخم سواء من يعني سيد رمضان أوليائي اللي هم المسؤولين عن الرياضة في إريتريا مسؤولين، أو سواء من الاتحاد الدراجات الإريتري، كان في تركيز شديد على هذه الرياضة وعمل معسكرات سواء داخلية سواء خارجية بتساعد الفريق على إن هم ينتموا إن هم زائد انتمائهم حبهم لبلدهم مع التدريب الشاق، وأعتقد إن هم ده اللي ساعدهم على الوصول. ضيف لهذا أيضا أن طبيعة إريتريا في المرتفعات من أسمرة يمكن زي ما أنت عارف لمساوى، هناك مرتفعات ومنخفضات ومنحدرات والتواءات كثيرة في الطريق تساعد على التدريب الجيد، وأسمرة مرتفعة عن يعني سطح البحر بحوالي 3300 متر مما يساعد كثيرا في التدريب وفي رفع مستوى أو كفاءة اللاعبين. كل هذه العوامل ساعدت أكيد في رفع المستوى والوصول إلى البطولة، والتربع أيضا مش بس الوصول، لأن الوصول بيبقى ساعات سهل والأصعب منه الحفاظ على هذا يعني المجهود أو هذه البطولة. أيضا ماذا تتوقع لإريتريا في منشط الدراجات الهوائية على المستوى الإقليمي؟ ماذا تحب أو ماذا تطمح؟ يعني يمكن أكلمك يعني بصراحة، أنا كرئيس اتحاد إفريقي أحب كل إفريقي أن تكون بالنسبة للمستوى العالم، لأنك أنت لما بتكون مسؤول عن مكان لابد أن تكون مسؤول عن الكل وتحب الكل وكلهم أبنائي، ولكن حينما يعني أحد الأبناء يأخذ فرصة فأنت أكيد لازم تدعمه، لازم تحب له الخير وتتمنى له كل التوفيق، وده ما يحدث بالنسبة لي إريتريا. أنا أتوقع وأحب أن إريتريا تحقق شيئاً على المستوى الدولي سواء في بطولة العالم، والأهم من بطولة العالم لسه كنت بتكلم دانيال بعد ما فاز قلت له إن شاء الله نفسي أهنيك بالميدالية في أولمبياد لندن، تحقق هذا الحلم الكبير لإريتريا ولأفريقيا أن يحقق أول إفريقي ميدالية ممكن في مجال الدراجات في المستوى الأولمبي. هذا ما أحب وما أتمناه لرياضة الدراجات في إفريقيا، وأن يتم إن شاء الله على يد الدراجين الإريتريين. طيب هناك أيضا أعتقد أنه طواف فرنسا من السباقات المشهورة على مستوى العالم تور دي فرانس، فما هي خططكم لإشراك دراجين أفارقة في مثل هذه البطولات العالمية والكبيرة والمعروفة؟ شوف أنا هقول لك على حاجة خاصة بهذا الأمر، ببساطة أن كلما يرتفع المستوى الأفريقي الفني كلما تفرض إفريقيا نفسها على المشاركة في هذه السباقات،
لان المنظمين هذه السباقات السباقات الدوليه انت عندك اكبر مجموعه سباقات هي سباق زي ما قلت تور دي فرانس وجيرو دي ايطاليا، ويعني في اسبانيا ثلاث سباقات، والصين دخلت في سباق الصين الدولي دلوقتي. ابتدت الامور تنتشر وتكبر. المنظم لهذه السباقات يتمنى او يحب ان يكون مستوى المشاركين مستوى عالي جدا حتى ترتفع مستوى هذه البطوله وتشتهر وتحقق المرجو منها، سواء في المستوى الفني او المستوى الاقتصادي او المستوى السياحي او كل المقصود من تنظيم البطولة مثل هذه البطولات الدوليه. فبالتالي المستوى الفني لافريقيا ارتفع، وبالتالي انا اعتقد ان الدعوات هتبتدي تنهال على الدراجين الافريقيين ليشاركوا سواء في تور دي فرانس او في جيرو دي ايطاليا. وانا اعتقد ان يعني قريبا ترى وتسمع ان اللاعبين الاريتريين مشاركين في هذه السباقات ان شاء الله. ايضا كزائر لاريتريا لمرتين على ما اعتقد كما ذكرت لي، انطباعاتك حول اريتريا ارضا وشعبا اسمر وامكانات الجذب السياحي وعوامل جذب السياح وانطباعات الوفود المشاركه في هذه الدوره حول اريتريا؟ انا عايز اقول لك ان اكثر حاجه عجبتني انا بصفه خاصه من قبل وهي الشعب الاريتري نفسه، يعني ده احساسي بقوله لك ده اللي عندي، يعني احساسي بالصراحه دون مجاملة كما قلت أن الشعب الإريتري شعب يحب وطنه، وبالتالي شعب يستحق التقدير. فأنا أقدر هذا الشعب وكل المتعاملين معهم سواء اختلفوا معايا في الرأي أو اتفقوا، ولكن في النهاية أنا أحبهم لأنهم يحبون وطنهم. دي السمة الأولى منها في هذا الشعب. الأمر الثاني أن أعلم كثيرا أن إريتريا لديها إمكانيات كثيرة سواء مادية سواء بشرية، لأن يمكن أنت تعلم أن هناك كثير من رجال الأعمال الإريتريين يعملون في الخارج وعندهم قدرات عالية لأنهم يتولوا البناء الكبير لإريتريا الحديثة في هذا العهد الجميل. بالتالي فإحنا أعتقد أنها عندها كل الإمكانيات، وبرضو كما أسمع لا أعلم ولكن كما أسمع أن هناك مجموعة من المناجم والمعادن في موجودة في إريتريا بيرفع قيمة هذه الدولة وقدرتها على أن يكون اقتصادها عالي وراقي. ولكن أعود مرة أخرى إلى أن الإخلاص وحب إريتريا هو أكبر العوامل التي سوف ترفع إريتريا وترفع علم إريتريا ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم كله. شكرا لك دكتور وجيه، وبهذه المناسبة مناسبة هذه البطولة وهذا اللقاء، هل من كلمة أخيرة؟ والله إذا كان في كلمة أنا أحب أوجه كل الشكر تاني، كل التقدير لكل القائمين على الرياضة في هذه الدولة، وأبدأ بالسيد رئيس الدولة راعي الرياضة في إريتريا، ثم أوجه شكري وتقديري مرة أخرى للسيد رمضان أولياء الذي يهتم كثيرا برياضة بكل الرياضات، ولكن أحسست منه الإخلاص والعطاء في رياضة الدراجات، وهو من أعز الأصدقاء الواحد، يعني ممكن أنا قلت كثيرا أنه من أكثر الوزراء حماسة لرياضة الدراجات، ولذلك أنا حريص على أن لعباتي اللي هي رياضة الدراجات تنتشر، وبذلك ينتقل حبي إليه من خلال حبي لرياضة الدراجات. الأمر الثاني كل الإخوان وكل زملاء المسؤولين معهم في المفوضية المسؤولة عن الرياضة في إريتريا كانوا وجلهم الشكر على ما رأيت من حماس وإخلاص في العمل، ويحتضنون الاتحاد الإريتري للدراجات ويتعاملون معه بكل تقدير وبكل دفعة قوية لنشر هذه الرياضة. أيضا زي ما قلت تاني كل السادة الوزراء اللي حضروا معنا بوجه لهم التحية وبوجه لهم الشكر والتقدير. وعايز إذا حبيت أختم بعد أن أنا أقدم كما قلت التقدير للسيد رئيس الدولة على الرعاية الكريمة للبطولة الإفريقية الدرجات في إريتريا، أوجه كل الشكر الكبير والعظيم كل التقدير كل الحب لجمهور الدرجات في إريتريا. ولما أقول جمهور الدرجات في إريتريا يبقى أنا بقول الشعب الإريتري، لأن أنا تهيألي النهاردة كما رأينا وأنت رأيت أن جمهور الإريتري وأن عدد الذين حضروا يعني تعدى يصل إن لم أكن مبالغا فهو يتعدى 100,000
في الحضور او اكثر في مدينه اسمره فقط. فاعتقد ان هذا الشعب والفرح الشديد والاخلاص الشديد والتشجيع الشديد اللي كان موجود لإريتريين اضيف لا انسى دي ابدا، لاني كنت الاحظ كل تحركات وكل لحظات هذا الشعب وهو يشجع. ايضا شجع من اللاعبين غير الإريتريين كل من هو جيد وكل من هو عظيم وكل من هو منافس. ف يعني اختم كلمتي بالشكر والتقدير لجمهور إريتريا العظيم الذي يحب هذه الدرجات، وان شاء الله اتمنى ان نلتقي مرات ومرات على ارض إريتريا، واتمنى الفوز وان تحقق